لوكا ديال السي حاتم كان هو انجاز للطاقم الطبي والتمريضي كامل، لانه باش مريض بالكوفيد كان في حاله وضعيه جد صعبه، كان في حاله حرجه جدا، يعني يحتاج للتنفس الاصطناعي لمده لما يزيد عن 12 يوم، ولكن الحمد لله استطاع انه يديباس هذيك المرحله وقدرنا اننا نحيدوا التنفس الاصطناعي وان السيد يتعافى بشكل كلي، وهذا راه بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المجهود ديال الطاقم كله طبي تمريضي وكاع الناس اللي كيسهروا على هاد المرضى في سميتو، وحتى المريض حتى هو لانه العزيمه ديالو نهار دخل كانت عنده عزيمه قويه، والحمد لله هذا شرف لينا كاملين، هذا شرف لينا كاملين، الحمد لله التعب ديالنا ما كيمشيش هكذاك، اللي كنشوفوا مرضى بحال هكذا كيخرجوا وكيكونوا فرحانين وعائلتهم فرحانين، فراه الحمد لله هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا، شكرا.